رائحة الشيراتون سنة 23، واتقلنا بعد كده اهوت لجاردن سيتي أمام الفور سيزون حاليا. لما كان في قصر زمان وكان في الوالدة باشا، كان بتطلع ان هو سنة 23 كانت بتديلهم أكل وشرب وحاجات زي كده اهوت. دودو مشهور باسم دودو لأنه هو يعني طلعوا الاسم دوت عليه شهرة، إنما هو كان راجل أحسن مراكبي في النيل، آدم مراكبي كمان. الريس دودو هو اسمه أحمد إبراهيم الدجلي. هو أنا عارف إن أنتم من أسوان. بس من ايام ابا من جد بقى الاجداد. فينا في اسوان، لكن مصر اتنقلت وقعدتوا في جاردن سيتي. في 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 اصلي عيله الدجو كبيره، في فروع في اسوان وفي نهوت وفي المنوفيه. في نوال الدجوي كمان. دي تبع العيله كلها. كل دي العائله، كل ما هو اسم الدجوي. اللي اعرفه بقى ان طبعا الناس بتيجي صيف شتاء، بس كان في فتره بقى بتاعت الكورونا دي كان العمليه واقعه شويه. احنا بقى لنا سنتين بالظبط في الكورونا ما حدش اشتغل. ساعه الكورونا اشتغلت وقفت الشغل خالص، المراكب وقفت، ودي خساره بقى. طبعا خساره جامده، ولا في سياحه ولا في اي حاجه. بس كانت البلد الاول كويسه لحد الثوره ما قامت، وبعد كده هو الدنيا اتلخبطت لحد ما مسك سياده الرئيس بقى اتعدلت شويه، وبعد كده هو اتلخبطت تاني. طيب طبعا بعد ما الكورونا خلصت ابتدى بقى الناس تظهر ابتدينا بقى احنا يعني السنه دي يعتبر ربنا يفتحها بس علينا شويه باذن الله. وفي سياحه. ايه اكتر سياح، اكتر جنسيات بيجوا لك؟ هو دلوقتي المشهورين دلوقتي السياحه الروسي، بيحبوا البحر. انا عارفهم بيحبوا البحر يعني. هم اساسا الروس دلوقتي هم دلوقتي اللي بينزلوا السياحه. لكن ال غير الروس بقى اللي بيجوا لك، اكتر ناس بتجي لك هو المصريين كمان. لا انا بتكلم المصريين طبعا، احنا بنحب النيل بتاعنا يعني. لكن يعني انا لسه شايف المان فوق الماني داخل، في المان المره اللي فاتت كان فوق امريكاني داخل، في المان وروس وبتاع. بس هم اغلبيتهم دلوقتي وفيها ندوه وفي باكستان وكل الملل. بس جت فتره السياحه قلت، فالروس هم اللي طلعوا. هم اللي ظاهرين. طب وال هما بقى بيحبوا ايه؟ ياخدوها العصريه المغربيه بالليل. والله احنا كان زمان كان بيجي لنا الجروب دوت، الجروب كان يجي لنا من المتحف. احنا مكتوبين في الكتاب السياحي، مرسي دودو مكتوب في الكتاب السياحي. كان الرحله تيجي متحف الهرم دودو وبعد كده نروح مطاعم. احنا مكتوبين في كتاب السياحه مع الرحلات ديت. ما طبعا اللي مش هيروح اسوان لازم يشوف النيل. اي ما هو هي الرحله بتشمل ايه؟ بيجي من المطار يبقى معروف، هيدخل المتحف، هيطلع الاهرامات، هيجي مرسي دودو. فانت بتبقى عارف ان هم هيجوا لك الساعه كذا. فانت مربوط بقى بزيارتهم للهرم. في بيجي ساعه الشروق، يعني ساعه الغروب بتاعت. في ناس بتيجي الصبح. انت ما بتنامش بقى يعني؟ نعم، بس هو بيجي الصبح، بيجي فترة الصبح من الساعة 9 لحد الساعة 11 وبيجوا ساعة الغروب. طيب الأحسن متعة عندهم ساعة الغروب. طبعا اللانشات دي حاجة جديدة. لا اللانشات ديت خلاص، دي 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 تلوث سمعي. لكن مراكب الشراع هي الأساس. الأساس المراكب الشراع. طيب احنا بقى بتسمع حس المايه وبتستمتع بالجو وبتستمتع بال احنا في رمضان طبيعه. ف
في رمضان يعني انا جاي انا هفطر على المركب. اهلا وسهلا. في ناس بتيجي مخصوص بقى عشان ايه يعني جو رمضان مختلف عن الايام العاديه طبعا، ان مفيش بقى شاي وبتاع قبل الفطار. لا لا ويجوا لا. على احسن من احسن الاشهر السنه كلها، احنا بنستنيه من السنه للسنه شهر رمضان عشان الفواج بقى وكده. لا سيبك من الفواج، احنا يعني لا الفواج المصريين يعني المصريين بييجوا نقطه يفطروا وينزلوا بقى امتى ويخرجوا امتى. بينزل بيطلعوا ساعه المغرب يعني بيطلعوا ساعه المغرب بيقعدوا ساعه ساعتين وبعد كده خلاص الرحله خلصت. وممكن يعيدوا يعني بيطلع معاك ممكن يعيد تاني يعني ما يبقاش يوم واحد في رمضان. لا لا ممكن يعيد مرة واثنين على حسب. مرة واثنين النهاردة انت عازم مجموعة، المرة الجاية هتعزم مجموعة تانية من نفس العيلة برضو، بس انت ما بتجيبش العيلة كلتها. تمام. طب ايه بقى المشاهير؟ انا اللي اعرفه ان في مشاهير كتير جولك. انت ووالدك واخواتك زي مين بقى؟ انا اعرف ايام والدي كان شادية وام كلثوم وكان هو حبيب مين؟ فريد الأطرش. كان يعشق فريد الأطرش. هي ام كلثوم على النيل هنا كان بتيجي تنزل تنزل ان هو وانا ابوها بيجي ان هو ايام ابويا والدي، لانه كانوا بييجوا يقعدوا يتدينوا ويعملوا الالحان ورده وجوزها بليغ حمدي كلهم كانوا بييجوا ان هو. طب انا سمعت كمان سفير السفرة والوزراء وفي شخصيات كبيره. انا في حاجات كتير، في ناس كتير مهمين نزلوا روض عندنا، في ناس مهمين نزلوا عندنا كتير، بس انا مش هتذكر الحاجات دي. وبيحبوا بقى يعني يقول لك النيل. طبعا بيحبوا النيل ومرسي دودو بالذات. لا ما احنا يعني عارفين بقى الخدمه والالتزام يعني وكده. هي مرسي دودو الحمد لله يعني احنا السمعه واخدينها من الاسم بتاع الاب